نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة وأولى أخبارنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه سيادته مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وأيضا تعزيز إنتاج المجمعات الصناعية. وجه سيادته بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين، وكمان تعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية. وقد وجه السيد الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سعياً نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي. وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه السيد الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات والتي يبلغ عددها 16 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4808 وحدة صناعية. كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي. السيد انتصار السيسي قريرة السيد رئيس الجمهورية وجهت التحية امبارح لكافة الجهود اللي بتقوم بها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للقضاء على الفقر. قالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة كتبتها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت: في اليوم العالمي للقضاء على الفقر أحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة تليق بالجمهورية الجديدة. نروح مع حضراتكم لمجموعة كده من الأخبار والأحداث كمان اللي حصلت امبارح. يعني يمكن كان أهم هذه الأخبار هو الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة ملفات عمل وزارة التربية والتعليم، وأيضا نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت حول مسألة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر. وكمان يعني هنشوف من خلال التقرير تنظيم القوات المسلحة مؤتمر صحفي للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة في منطقة الموظة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التربية والتعليم. وقال رئيس الوزراء إن الدولة حريصة على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية اللي بتقدم تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل، خاصة إنها لقت قبول من جانب أولياء الأمور في الفترة الأخيرة زي المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل.
وكمان أكد على الاهتمام بملف التعليم الفني وتطويره من خلال المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر. المركز قال إنه ده كلام مش حقيقي ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية دون أي نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي، باعتبار إنه التعليم حق أصيل من حقوق المصريين بيكفل الدستور والقانون. امبارح نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجراف جديد بيتناول إنجازات قطاع الإسكان، وكشف أنه عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة شهدت زيادة بنحو 73.1% خلال 2020-2021 لتسجل 336 ألف وحدة، وكمان شهد حجم الاستثمارات الموجهة للوحدات السكنية ارتفاع بنحو 90.1% خلال عام 2020-2021 لتسجل 150 مليار جنيه. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت مؤتمر صحفي عقد اللواء طبيب أشرف محيي مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة للإعلان عن افتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة بمنطقة ألمازة لعلاج المرضى المدنيين بأسعار اقتصادية على أيدي نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية واستشاري القوات المسلحة. امبارح أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالحملة اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وده إيماناً منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته. وأكد الصندوق إن الحملة دي بتعتبر خطوة جيدة وهتساهم في حماية الشباب من الوقوع في الإدمان. في جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، زي انطلاق موسم توريد الأرز الأرز الشعير لأول مرة في محافظة بورسعيد، ومنها أيضا إعادة تطوير 50 منزل للأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، ومنها افتتاح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة في أسيوط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بني سويف اللي تم فيها الانتهاء من تنمية وتطوير قرية تضامن 2 بمركز سمسطة، وده من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتوصيل مياه شرب نقية للمنازل ضمن مبادرة اكفوا القرية فقيرة. في البحر الأحمر تم افتتاح المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد اللي بيشمل أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة. في أسيوط تم افتتاح معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومعرض دار المعارف بقصر ثقافة أسيوط، وده بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي. في بورسعيد اعتمدت مديرية التموين والتجارة الداخلية مضرب الشرق الأوسط بالمحافظة، وأصبح جاهز لاستقبال الرز الشعير الموسم ده علشان تبقى محافظة بورسعيد لأول مرة من محافظات توريد الرز. في الإسكندرية شدد المحافظ اللواء محمد الشريف على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، وده لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم. في المنيا أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة إنه تم الانتهاء من تنمية وتطوير 50 منزل بقرية الناصرية بمركز بني مزار وقرية الاعتزاز بمركز سمالوط، وده من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتوصيل مياه شرب نقية للمنازل. في مطروح تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس مطروح للسنة الخامسة على التوالي ضمن مبادرة 100 مليون صحة لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي. في أسوان أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إنه تم تنظيم 28 جلسة دوار استهدفت توعية 850 سيدة ورجل في 7 قرى بإدفو وكومامبو. في المنوفية تم تدشين مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصلحة بحي شرق شبين الكوم، واللي بتستهدف تقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.